لا سبلاي بتاع الهارت يعني arterial supply و venous drainage. الarterial supply بتاع الهارت بيجي من two arteries اللي هي الكورونري artery في الرايت كورونري artery والنف كورونري artery ده الarterial supply. احنا خدنا المره اللي فاتت الاورتيك فالف صح؟ قلنا ان الاورتيك فالف ده فوقيه دايلاتيشن سميناها ايه؟ ساينسز. وقلنا في كام ساينس؟ ثلاثه. واحده انتيريور اورتيك ساينس. انتيريور اورتيك ساينس. وعندي اثنين بوستيريور. رايت بوستيريور اورتيك ساينس وذا ليفت بوستيريور اورتيك ساينس. الكورونري ارتري ده هم بيطلعوا من الساينسز دي. عندي الرايت كورونري ارتري بيطلع من الرايت من الانتيريور اورتيك ساينس ده الرايت كورونري ارتري. الليفت كورونري ارتري بيطلع من الليفت بوستيريور اورتيك ساينس. ليفت بوستيريور اورتيك ساينس ده الاورجن بتاعهم. والاورجن بتاعهم فيري امبورتنت ان نعرف الرايت كورونري طلع من الانتيريور اورتيك ساينس والليفت كورونري طلع من مين؟ لان ده الاورتا بعد ما اول ما بيطلع من الهارت بيسمون ascending aorta. هذا ascending aorta ده هو في الفالف بدايته الاورتيك فالف فوق الفالف الساينس ازاي. فالرايت كورونا ارت بيطلعوا من الارش اوف ذا اورتا من الاسندنج اورتا. عارف ascending وبعدين في الارش وبعدين descending. فبيطلع من الاسندنج والاسندنج اورتا ما بيديش اللي هما بس الكورونا وبيطلعوا من الاورتيك ساينس اللي هي فوق الاورتيك فالف. من الانتيرو يطلع الرايت ومن الليفت والسيور يطلع الليفت. مهم جدا جدا ان اعرف البلاس سبلاي بتاع الارت ده غير الانفورمنت وايه اللي بيحصل ده واللي ده بيخوفني عشان ايه انا المحاضر صح؟ نمسك اول واحد الرايت كوروناري ارتري. فيري امبورتنت البلاس سبلاي بتاع الهارت. فيري امبورتنت كوروناري. ادي السيرف من كوستال سيرفيس اهو. وبيعمل كده ليه؟ شغال ايه بعبدو؟ هيركب ويفك ويعمل مش عارف ايه. فبدار مفيش حاجه بعبدو؟ مفيش حاجه خالص؟ دي مهنه حلوه دي. طيب. ده السيرفو كوستا سيرفس اهو. ده الرايت اتشيم اهوت. داخل فيه السوبيريور فينا كيفا وداخل فيه الانفيريور فينا كيفا.
وده ايه ده الجروف ده اتريوم تمام وادي الرايت فينتريكل اهو والرايت فينتريكل هيطلع منه البالمونري ترانك والبالمونري ترانك بيد رايت وليفت برانش ده الليفت بوردر بتاع الهارت وده الليفت اوريكل وبعدين ده الايه الاورطة بيبان هنا هو ده الارش لان الاسيندنج اورطة طالع من الليفت لينك من اهو وتاني ماشي الاسيندنج ده هو لغاية ما يوصل هنا هيبقى مين الاورطيك ارش الرايت كورونري ارتري نمره واحد It is a branch of ascending aorta. It is a branch of anterior aortic. It arises from the anterior aortic sinus. دي لازم تعرفها زي محمد احمد محمود aortic sinus. بعد ما نطلع من aortic sinus الانتيريور دهية بيجي ماشي ما بين الاوريكل ده والبالمونري ترانك وبعدين ينازل في الايدي جروف اتريو فنتركلر جروف لغايه اللور بوردر بتاع الهارت ويجي لافف تاني في الاتريو فنتركلر مش اتريو فنتركلر جروف الناحيه الثانيه في الانفيريور سيرفيس يجي ماشي برضو فيه وينتهي وهنعرف بينتهي ازاي المهم ينتهي هنا ده الرايت كورونري ارتري A branch from anterior aortic sinus. It passes between the auricle and the pulmonary trunk. وبعدين في الاي بي جروف في الانتيريور سيرفيس او سيرنوكوستال سيرفيس وبعدين في الاي بي جروف في الدافراماتيك سيرفيس وينتهي انه بيعمل انستموزس مع برانش من الليفت كروناري. يلا في المرض. ينتهي باي انستموزين مع برانش من الليفت كروناري اسمه السيركمفليكس. Circumflex branch of the left corona. Then I. Anastomose. يعني anastomose. Anastomose يعني تشابكوا مع بعض. يعني they the branches, they the branches, they the branches, they the branches, they the branches يتحموا مع بعض. We will continuous مع بعض. أو continuous مع بعض. ها؟ ايش المكتوب؟ ايش المكتوب مع بعض الشيء؟ ايه؟ مع الرايت كورونري ارتري. نهايته؟ هو حصل له استموز مع اهو برانش والسيركمفلكس برانش ده اوف ذا ليفت كورونري ارتري. ده الكورس بتاعه وضع على الجثه وضوح كبير جدا وبينزل في العملي فيري كومن رايت كورونري ارتري ده ايه البرانش بتاعته؟ نمره واحد بيدي برانش البالمونري ترانك هذا البرانش بيسموه كونال ارتري لان البالمونري ترانك هو طالع عامل زي الكون زي القمه فعشان كده اول برانش بتاعه كون الارتري ده البالمونري ترانك وبعدين بيجي مدي برانش في منتهى الخطوره للساينس للاس اي نو الاس اي نون يديها برانش هذا البرانش بيسموه ساينس برانش او ارتري تو ذا اس اي نون باسمها شخصيا ارتري تو ذا اس اي نون
بيسبلاي اس ان وده كرايت كورونر ده لو سد الاس ان مش هيشتغل والهارت لازم يبطئ يحصل برادي كاردي والهارت ريت لازم يقل لان البيس ميكر بيتضرب خلاص سبلاي باي ذا رايت كورونري هارت وبعدين هو ماشي اهو بيدي اتريال برانشز للرايت اتريال وبيدي فنتريكولار برانشز The right ventricle. The most lower part بيمشي على lower border of the right ventricle. وبيسموه the marginal artery. The marginal artery ما هو إلا branch, ventricular branch. بس موجود على lower border وكبير. على المارجن فسموه marginal artery. Marginal artery ما هي branch of the ventricle. زي البرانشات دي. بس عشان هو في اللور داون بيسموه المارجنال ارت تمام كده وبعدين يلف الناحيه الثانيه في الايه في الدايفراماتيك سيرفيس وهو ماشي في الدايفراماتيك سيرفيس ايضا مش كان هنا في الانتيور انترفنتريكولار جروف وكان في هنا مين يجي مدي في البوستيرور انترفنتريكولار جروف البوستيريور انترفنتريكولار ارتري ثلاثة اتريال برانشز وبعدين فنتريكولار برانشز للرايت فنتريكل واكبرها المارجنال ارتري وبعدين يلف الناحية التانية يدي البوستيريور انترفنتريكولار ارتري which is a branch of the right coronary artery. ده انا بصيت للهارت مش ده الانتيريور انترفنتريكولار جروف وده البوستيريور انترفنتريكولار جروف اللي فيه الارتري مين هنا مين؟ سبتا وعلى اللور بوردر بتاع سبتا كانت ماشيه مين؟ الايفي باندل يبقى مين اللي بيسبلاي الايفي باندل؟ بوستيريور انتر فنتريكولار ارت هو اللي بيسبلاي الايفي باندل لانه نايم تحتها وطبعا ما بين الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل فبيدي الليفت فينتريكل وبيدي الرايت فينتريكل بيدي الرايت فينتريكل برانش الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل كمان لانه ماشي في الجروف اللي ما بين الاثنين فلازم يديهم الاثنين فاهمين حاجه؟ فالبوستيريور انترفنتريكولار ارتري ده برانش اوف رايت كورونر ارتري ات باسز في البوستيريور انترفنتريكولار جروف وتلاحظوا ان انا ما وصلتوش لغايه الايبكس وقف هنا. It does not reach the apex. بتاع الهارت. It does not supply the apex of the heart. لكن supply the left ventricle اللي جنبه الناحية دي والرايت ventricle الناحية دي وأهم ما في الموضوع الايفي باندل. ولذلك لو اتضرب البوستيريور انتر فنتريكولار ارتري اتضربت الايفي باندل. Complete heart block. مفيش إشارة تيجي من الأتريا للفنتريكل خالص. والفنتريكل اشتغل منه نفسه حاجه اسمها ايديوفنتريكولار ريزم واقصى حاجه يعملها 45 ضربه في الدقيقه انتوا عارفين السيبتم وعارفين ان اللور بارت بتاع السيبتم ماشيه فيه مين الايفي باند وتحتها الارتري فالارتري بيديها سبلاي للايفي باند الايفي باند ده الكونكشن الوحيد ما بين الاتريوم والفنتريكل ده الوصل الوحيد لو حصل ان هذا البوستير انتر فنتريكولار ارتري حصل له ثرومبوزس او اوكلوجن مين اللي هتتاثر؟ الايفي باندل والايفي باندل اتاثرت مش هتنقل اشارات خلاص مفيش اشارات جايه من الاتريوم للفنتريكل الفنتريكل هيقعد ساكت؟ لا هيشتغل منه بمزاج حاجه اسمها الايديو فنتريكولار ريزم ايديو يعني منه النفس
ايديو فينتريكولار ريز ايديو فينتريكولار ريز ايديو فينتريكولار ريز 45 ضربه في الدقيقه هو ده شغله. اجي اعمل استيميوليشن للفيجاس اعمل استيميوليشن للسمباثيك هو هو 45 ده انتوا عارفين الفنتريكل از نوت سبلايد بالسمباثيك فعشان كده بتبقى فيكسد بلس 45 براديكارديا المفروض 72 لغايه 90 ده 45 في براديكارديا. ثانيا لما يحصل اوكلوجن لهذا الارتري البلاس سبلاي بتاع الانفيريور سيرفيس ويل بي افكتد لانه في هو في الانفيريور سيرفيس في الدايفرماتيك سيرفيس ولذلك هيعمل لي انفيريور مايوكارديال انفاركشن ولذلك الانفيريور مايوكارديال انفاركشن كاركترستيك لي ايه برادي برادي كارديا وبعدين هيدي اتريال برانشز للاتريال وفنتركلر برانشز للرايت فنتركل ويلف الورا يدي البوستير انتر فنتركلر ارتر هذا البوستير انتر فنتركلر ارتر بيسبلاي الليفت فنتركل والرايت فنتركل وبيسبلاي اهم حاجه فيهم كمان الاي في باندل الاي في باندل مش كده وبس ده الرايت كروني ده كمان بيصلي الاي في نود انت عارفين الاي في نود اللي هي على اللور بار بتاع الانتر اتشيال وهي اللي بتعمل لي الباندل فالاي في نود از سبلايد باي ذا رايت كروني ارت فالرايت كروني ارت بيدي الاس اي نود بيدي الاي في نود بيدي الاتريال بيدي الفنتريكل بيدي البوستيرور انتر فنتريكولار ارتري بيدي البالمونري ترانك وذلك ايضا لما بيتضرب الرايت كورونري ارتري دي راحت ودي راحت الاي في نود راح الاس اي نود الاي في نود راح فايضا الفنتريكل هيحصل له برادي كارديا ولذلك اوكلوجن للكورونري ارتري الرايت كورونري ارتري او اوكلوجن للبرانش بتاعه البوستيرور انترفنتريكولار ارتري يعمل لي برادي كارديا يعمل لي والانفيريور مايوكارديال انفاركشن اساسا البوستيرور انترفنتريكولار وذلك هبص على الفنتريكل حتى عندكم في الكيس بتاعت الكورونري اكيوت كورونا سندروم هتلاقي البلس على العيان 40 ومش عارف 45 ده معناه انه اتضرب في برادي معناه ان هذا الارتري اتضرب occlusion of the posterior interventricular artery which supplies the AV bundle. Interventricular artery with some cases a right coronary. A right coronary. والاثنين هيعملوا لي bradycardia. لان الرايت فنتريكل بيسبلاي الاس اي نود والاي في نود الاس اي نود هي اللي بتعمل الاشاره والاي في نود بتنقلها للباندل اتضربوا الباندل مش هيمشي لها فيها حاجه خالص خلاص فالفنتريكل شغال بمزاجه الايديو فنتريكولار ريز 45 ضربه في الدقيقه عشان يشغل نفسه تمام ده بالنسبة للرايت كورونري ارتري والبرانشات بتاعته والاريا سبلايد ولا انسى ان الاس اي نود والاي في نود في 90% من الناس
بالرايت كوروناري ارت. في 10% من الناس بالليفت كوروناري، لكن ده مش ايه، مش داخل في حسابنا. اللي في حسابنا الاس انود والاي نود رايت كوروناري، الاي في باندل رايت كوروناري عن طريق اس بوستيريو انترفنتيكولار برانش. فاهمين حاجة؟ تمام. ايه بينوت؟ الاس نوت هي البيس ميكر، هي اللي ريتشلي سبلايد بالفيجاس والسمباثاتيك. لو السمباثاتيك زادت ارفع ضربات، لو الباراسمباثاتيك ستيميليشن يقل ضربات القلب. الاي بي نوت دي بتستقبل الاشاره من الاس نوت عن طريق انتيريور وعن طريق بوستيريور وميدل انترنودال باس واي. انتيريور بوستيريور ميدل انترنودال باس واي توصل اشاره للايفي نود، الايفي نود تبعتها للايفي باندل، والايفي باندل توصلها للفنتريكل الاثنين. بتاعت الرايت كوروناري، الرايت كوروناري ارتي ات از ا برانش اوف ذا اسندنج اورتا نمبر 1. نمبر 2 ات ارايزز فروم ذا انتيريور اورتيك سايد. نمبر 3 يمشي ما بين الاوركل والبالمونري، ودي طالع ماشي في الانتيريور انترفنتيكولار جروف والبوستيريور انترفنتيكولار جروف، اند ات اندز باي انستيمودي وذ ذا سيركمفرنس برانش اوف ذا ليفت كوروناري. It gives conal branch, the pulmonary trunk. It gives sinus branch of artery to the SA node. It gives a branch to the AV node. It gives atrial branch to the right atria. Ventricular branch to the right ventricle. The most lower one is called the marginal artery. For the inferior surface, it gives the posterior interventricular artery. which supplies the left ventricle وسبلاي الرايت ventricle لانه ماشي ما بينهم لازم يديهم، وسبلاي الايه؟ الاي في باندل. دي البرانشات بتاعت الرايت كورونري ارت. نيجي للليفت كورونري ارت. الليفت كورونري ارت برانش فروم ذا اسيندنج اورتا، طالع منين؟ ليفت بوستيريور، ليفت بوستيريور. اسمع، ليفت كورونري يبقى الليفت بوستيريور على طول. وبعد ما بيطلع من هذا الليفت بوستيريور بيمشي ما بين الاوركل ده اهو والبالمونري ترانك ايضا، ويجي طالع من الليفت كورونري ارت، لكن هو طالع من الاورطة، وبعدين يمشي ما بين البالمونري ترانك والاوركل ليفت اوركل، وبعدين يدخل في الانتيريور انترفنتريكولار جروب. أول ما بيدخل بيدي تو برانشز على طول، سيركمفلكس واحد يلف حوالين الهارت كده اهو وينتهي بأنستموزز مع مين؟ مع الرايت كورونري، ده السيركمفلكس برانش. وواحد يجي ماشي في الانتيريور انترفنتيكولار جروف لغاية الايبكس ولافف لتحت to anastomose with the posterior interventricular artery. هذا الارتي ده هو اسمه الانتيريور انترفنتريكولار ارتي، انتيريور انترفنتريكولار ارتي. دو تو تيرنال برانش بتاعت ليفت كورونر. ها؟ اه ده انا بتكلم فيه الليفت خلاص. ده ليفت كورونر بيدي السيركمفلكس، سيركمفلكس يعني الليفت. انت مش نافع بصراحه. لا 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 انت بصراحه يعني انا هبلغ عليك بصراحه، هبلغ عليك بصراحه. لا انت بتشتغل في انهي حته؟ مش ولا حته؟ قول لي بس بتشتغل فين عشان هبلغ صاحب الشغل. قول له ما اعرفش يصلح حاجه رفيته. انا بتكلم دلوقتي على الليفت كورونري يا جماعه، خلاص الرايت كورونري متضايقين مني دلوقتي. الليفت كورونري اللي شغال عليه ما بين التو تيرمال برانش،
in the circumflex branch اللي بيلف ويروح انستموز مع الرايت كورونري. وبيدي الانتيريور انترفنتركولار ارت لان بيمشي في الانتيريور انترفنتركولار جروف. وهذا الانتيريور بيوصل لغايه الابكس ويتاب للانفيريو سيرفيس تو انستموز مع البوستيريور انترفنتركولار ارت. ده الانتيريور انترفنتركولار هذا الانتيريو دوت ماشي ما بين الرايت فينتيكول ليفت، عشان كده هيدي ليفت فينتيكول برانش والرايت فينتيكول برانش. السيركمفلكس ده هو هيدي ليفت مارجنال للليفت فينتيكول ويسبلاي معظم الليفت فينتيكول كله. السيركمفلكس ارتري السيركمفلكس ارتري معظم الليفت فينتيكول لما رايح عن الانتيريو سيرفيس وبيدي الليفت مارجنال ارتري، ما حدش احسن من حد في مارجنال ارتري او بيسموه ده الرايت مارجنال ارتري، في ايضا ليفت مارجنال ارتري، ما حدش احسن من حد. ده بيسبلاي رايت فينتيكل، الثاني بيسبلاي ليفت فينتيكل. الانتيرو انترفنتركولار دهوت بيسبلاي الليفت فينتيكل وبيسبلاي رايت فينتيكل وبيسبلاي الابر بارت بتاع الانترفنتركولار سيستم. مش الانترفنتركولار سيستم اهو شو كده اهو الابر بارت بتاع الانترفنتركولار سيستم از سبلايد باي الانتيريور انترفنتركولار ارت. اللور بارت بتاع الانترفنتركولار سيستم از سبلايد باي ذا بوستيريور انترفنتركولار ارت ويتش انكلود ذا اس اي اي في بندل. فاهمين حاجه؟ لان السيستم قدامه ارتري ووراها ارتري. السيستم اهو قدامه قطر انتيريور انترفنتركولار ارت ووراها قطر تحتيه قطر انتيريور انترفنتركولار ارت. فقال لك الانتيريور ده هو يسبلاي الابر هاف بتاع السيرفا والبوستيريور ده هو يسبلاي اللور هاف بتاع السيرفا. اللور هاف بتاع السيرفا ده انكلودز الباندل الايفي باندل، عشان كده الايفي باندل يسبلاي باي ذا بوستيريور انترفنتركولار ارت. لكن ده بيسبلاي الابر هاف اوف ذا سيستم بس، الفاضل مفيش حاجه. انتوا معايا؟ تمام. هبص الاقي في انستموزس في الهارت اهو. الرايت كورونري في انستموز مع السيركمفلكس. والانتيرو انترفنتركولار بينستموز مع البوستيرو انترفنتركولار ارت. في انستموس مشابكين مع بعض. طب ايه المشكله بقى؟ انا لو سديت الارتري ده طب ممكن الدم يجي عن طريق الايه؟ الارتري الثاني ويوصل للهارت. لو قفلت واحد هيلف عن طريق الانستموس دوت ويجي من الدم من هنا اهوت ويسبلاي الهارت. صح ولا لا؟ طالما في انستموس لكن هذا لا يحدث. وانس ان اي كرونري برانش اتقفل واللي تو ديس اوف ذا اريا اوف ذا هارت سبلاي باي. ولذلك هذه الكرونري ارتريز يعتبر فانكشنال ان ذا ارتري. عارفين يعني ايه ان ذا ارتري؟ فانكشنال ان ذا ارتري. هذه الكورونري ارتري بيعتبروا فانكشنال اند ارتري. الاند ارتري هو ايه؟ ارتري بيسبلاي اورجان. هذا الارتري داز نوت انستموز مع اي ارتري تاني. ولذلك هذا الارتري لو اتقفل ذس اوف ذس اورجان. ده اند ارتري. اند ارتري. وعندنا في الجسم في كذا اند ارتري من ضمنهم السنتر ريتنا ارتري بيغذي الريتنا. ده لو اتقفل بالسلامه بلايند يتعامل عيان على طول. يبقى الاند ارتري هو الارتري ذير از نو انستموس مع اي ارتري تاني. وهذا الاند ارتري لو اتقطع او اتقفل الاريا سبلاي بقيت وداي على طول، لان مفيش براز هيجي لها منين.
لكن لو في انستموزس ما بينه وبين ارتريس ثانيه لو ده اتقفل هيجري الدم من ناحيه، لكن الاند ارتري اند ارتري نهائي نهائي. طيب الكروناري ما يعتبروش اند ارتري ليه؟ لان في انستموزس، في اناتوميكال انستموزس، فما يعتبرش اناتوميكال اند ارتري، لا يمكن اناتوميكال. انت بتقولي في انستموز هي، وانت بتقولي تعريف الاناتوميكال اند ارتري ذير از نو انستموزس مع اي حاجه، يبقى هذه الكورونا ده هي ما ينفعش تكون اناتوميكال اند ارتري، لكن they function as in the arteries. يعني لو انا قفلت الرايت كوروناري الاريا سبلاي برايت كوروناري هتموت برغم وجود الايه الانستموز، ف it function as in the artery لكن is not anatomical in the artery لان في انستموز. فعشان كده الكوروناري arteries are functional in the artery، يعني they function as in the artery. once in the artery set على طول الاريا سبلاي بيت هتموت 100%، ولما اريا تموت من الهارت بيسموه مايوكارديال انفاركشن. انفاركشن يعني داس، انفاركشن يعني داس، مايوكارديال انفاركشن يعني داس اوف ذا مايوكارديا. ولذلك لما بيحصل اوكلوجن لاي عرضي مايوكارديال انفاركشن على طول، ولو جاله ايه جلطه في قلبه، لان مفيش بتاع الانسوموز دي از نوت فانكشن، ما بتسيفش ابدا نهائي. فالكورونا ارتي ار فانكشن ان ذا ارتس الايه انستموزس معناها تشابك، يعني ارتري يبعت برانشز تتشابك مع برانشات بتاع ارتري تاني. فلو الارتري ده سد الدم يجي عن طريق الانسموز للحته دي. ها؟ الارتري ده انا اشوف انا هفضحك في العزيه عشان ولا محل يجيبك ابدا تصلح الحاجات اللي عندك. لا يمكن. همشي النهارده بعد المغرب في العزيه اخش العزيه كل المحلات هقول لها. وديها رقم التليفون بتاعك. نعم. الايه؟ الليفت اتريوم سبلايد مينلي باي ذا ليفت. لان الليفت بيمشي في الايفي جروف، السيركمفلكس دهوت بيمشي في الايفي جروف. عشان يوصل لمين؟ وانا مش عايز اقفله عشان الصوت. لان الصوت بيبقى يعني لو انت شفت الفيديو من غير صوت منظرها وحش، شكلها وحش جدا، شكلها مؤلم جدا، يجي لك كاردياك ريسك ده الكورونا الاخر. لا مش عايز كورونا يصير الثالث وانسى تبقى ايه. طيب يبقى ده رايت كروني، ده ليفت كروني، وفي انستموزس و they are functioning as in the artery، وده الارتيريال بلاس سبلاي اوف ده حار. حد منكم جاله كورونري اوكلوجن؟ ما جالوش جلطه في القلب؟ حدش جه؟ ها؟ فيش حد؟ بعد اختبار نهايه الترم اللي هيجي له جلطه، واللي هيجي له تلاقيه بيلف على نفسه، واللي هتلاقي حاجات غريبه جدا.
وليدر تلاقي بدل ما بيجي البيت بيطلع على ال على بين داوود. هتلاقي حاجات غريبه بعد. طيب نفترض ان حصل اوكلوجن لاي برانش من الكورونري ارتري. لو حصل اوكلوجن هيديني مايوكارديال ايه؟ انفاركشن. طيب sometimes الارتري هاوبر الكورونري ما انسدش، لكن نتيجه تصلب شرايين اثيروسكلوزس اتكونت اثيروما. اثيروما يعني ايه؟ شويه دهون مع بليتلت ويعملوا اثيروما. يقول لك ده عنده تصلب شرايين. الاثيروما ده هي مش هتقفل الارض، لكن هتقلل الايه؟ البلاد اللي رايح للهارت. نورمالي وانا قاعد مستريح عادي، لكن لما اجي اجري او ابذل مجهود الاقي العيان ايه؟ طبعا لما ابذل مجهود الهارت عايز دم كتير، وده يا دوب فيجي العيان تشيست بين او هارت بين بيسموه انجينا. انجينا بيفلس. يبقى عندي زقه صدريه. جت زقه صدريه. فالانجينا بيكتورس ده اسكيميك بين، الارتري ما اتقفلش. مفيش حاجه في الهارت ماتت. ده البين ديورنج اكزيرشن. لما يعمل اي حاجه. او كلايمبنج. وخاصه لو كان في كولد ويزر. او سلوبنج. يعني الطريق سلوبنج مش ماشي مستوي. لو الطريق سلوبنج هيبقى الهارت عايز يشتغل اكتر. لو الكولد وزت الهارت عايز يشتغل اكتر. لو جري الهارت عايز يشتغل اكتر. لو زعق وعمل دوشه واتخانق الهارت عايز اكتر. ابص الاقي يجيله تشيست بين. بيسموه انجينا بين. كاركترستيك لهذه الانجينا ده هي من رواحل. ايه؟ هذا الانجان ده هو اولا ابولش او ديسابير ويز ريس. الاقي العيان يجي ماشي كده في الشارع يجي له تشيست بين، تشيست بين ريزل جدا. يجي واقف مكانه يقف شويه الشيست بين يروح ويرجع يمشي تاني يجي له تشيست بين يقف ويروح الشيست بين. فالشيست بين ده الانجينا الديسابيرز اتريست. ليه؟ ليه ديسابيرز اتريست؟ لان ذير از نو مايوكارديال انفاركشن. ذير از نو ديس اوف ذا مايوكارديوم. اونلي ذير از اسكيميا. اسكيميا يعني ديكريز بلاد سبلاي دورينج اكتيفيتي. دي الانجينا. ثانيا هذه الانجينا ده هي has an arresting quality. يعني ايه arresting quality؟ يعني مجرد العيان يحس بهذا الالم it will stop the activity. يعني هو ماشي جاله الالم يقف. يقف arresting quality. دي كاركترستيك ليها كمان. ليه بيتخانق وبيزعق وبيضرب ومش عارف ايه وانتم ولا تتكلموا يجي له الالم يجي قاعد ساكت نفسش. هذا نرسين كواليتي. محدش جاله خالص انجينا؟ لا ما ينفعش الكلام ده. لا باعتبار انفاركشن على طول. لا لا ده بقى اختبار اتفقنا انفاركشن. اي واحد يجي انجينا بعد انجينا بعد الاختبار يبقى ده من خارج الدفاع. بعد الاكزام يجي ايه؟ انفاركشن عقلي. ممكن صادم ديس. فالانجينا بيكتورس ده هي الكاركترستيك ليها ان هي ده اسكيميك بين. It comes with effort. وخاصة لو كان الايفورت ده على سلوبينج رود. طالع الطريق طالع لفوق. أو مع الكولد ويزر.
ها؟ لا علاج؟ ما انا هقول لحضرتك بصوت صبرا علاج الصبر. خاف هيجي ما تخافش. هيجي وهتحس بيها وتعرف ان فين فين، كل ده صح، لان ده هيساعد ده انذار. ده بيقول لك انت في شرايين بتاعتك القلب. ده انذار. لو استنى عليها هيتقفل، لان الثرومبوس ايه؟ هتكبر فتره قصيره لغايه ما تقفل الارتري. تقفل الارتري من الكوادر الفانكشن. ولذلك عندها من الكوادر الفانكشن بص زي كذا سنه قبلها يقول لك اكتر من جيل بيجي الم. لما تنزل موجود وعامل شركه كان بيجي الم في صدري. كنت بتعمل ايه؟ كنت بقف في السراير شويه اقعد السراير شويه يروح. فقصه الانزايم. انما الميكوادر الفانكشن ما يروحش لو هذه الانجينا دهيه الالم ده هو طول اكتر من نص ساعه ده الميكوادر الفانكشن عاطل 100%. ولذلك في الهيستوري مهم جدا ان نعرف الديوريشن. الالم عندي الم صدر. طب الالم ده من امتى؟ مش ده بقى له ساعه مستمر ده مش انجينا. ده مش انجينا خلاص انتهى. ده ما يقدر يقعدش. لو البين بتاع الانجينا البين بتاع الانجينا بيقعد دقيقه دقيقتين نص دقيقه بالكتير خمس دقائق ربع ساعه. لكن وصل لنص ساعه واكثر من نص ساعه it is not انجينا. It is a myocardial infarction خلاص. دي برضه لازم نحطها في دماغك. مش هلاقي العين عنده انجينا وهو قاعد قدامه وانا بكشف عليه. اقول له وهو بيموت. وانا اقول دي انجينا؟ لا اقول من امتى؟ يقول لك طب الصبح بالسلامة. ده من الفرد اللي فرش على طول. مش هقعد اخد كمان ومش عارف ايه طب ايه؟ طب القلب لما بتسرح بيخف. طب مش عارف اذا كنت انا بقول لك من بالي من الصبح بالقلب تديني. وبعدين ده اصلا دي حاله مش ده ممكن عين يموت قدامي. فالمجمع العين فعشان كده الدكتور الشاطر يلقطها بسرعه. ده من الصبح والقلم ما راحش. قال لي من الصبح والقلم ما راحش. على طول من فضل الفرشه على طول. وعامل ان هو من فضل الفرشه بتعامل معاه عشان اعتقد انه سبته بعد كده ممكن يموت مني. طيب اين يقع الالم بتاع الانجينا؟ نمره واحد. هذا الالم بتاع الانجينا It is retrosternal pain. As a retrosternal pain radiating. يعني يسمع فيه to the inner aspect of left arm ومين main left forearm. The typical anginal pain. والاقي العيان العيان بتاع البلوريزي بيشاور بصفر. اقول له البلوريزي فين؟ يقول لي اهي هنا اهي. انما ده بايده وعلى صدره اهو. اما تلاقي المنظر ده اهو او المنظر ده اهو انجينا يا انفاركشن ريتروسترنال بين. الم فين؟ لو مثلا كده رحت تيجي انت مصوت وجاي. ليه؟ لانه عنده ميكاردا انفكشن انجينا وهتتدبس فيها فايه اهرب وروح احسن. اي عيان داخل المستشفى عامل ايده كده اهوت تقوم الناحيه الثانيه. ريتو سينا البين كاركترستي. ويقول لك الالم بيسمح في كتف الشمال في دراع الشمال. الانر اسبكت بتاع الليفت ار ومين الليفت فور ار كاركترستيك. اول ما تسمع الكلمتين ده هم فول فور ريل. طيب لماذا هذا الالم يجي في ريسو السيرنال دي؟ الهارت ده هو اللي بيشيل البين من الهارت السمباثيك نيرفس اللي بتغذي الهارت. هذه السمباثيتك نيرفس بتيجي رايحه للسباينال كورد
السباينال كورد اهو، وقال الهارت اهو، الهارت جه الم انجاين. هبص الاقي الالم ده هو يروح عن طريق السمباثيك، يروح لسيجمنت نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه ثوراسيك سيجمنت بتاع السباينال كورد. عارفين السباينال كورد؟ الالم تشيل السمباثيك تتكلف باي ذا سمباثيك نيرفز، ويروح للسباينال كورد سيجمنت واحد واثنين وثلاثه واربعه. يبقى السيجمنت ده هيتبعت للبرين تقول ده في الم جاي لي من الهارت، يقول انا ما اعرفش الهارت ده مين. اعمل البرين خليه ايه ريفيرد للاريا اوف ذا سكين سبلاي بالسيجمنت بتاعتي. فيجي رايح انا عندي نوت واحد واثنين وثلاثه، واحد ما فيش لكن في اثنين وثلاثه واربعه. فيجي البين ريفيرد دي اللي ايه الانتيوتشوس فلور، فعشان كده البين ريتم ستاب. فاهمين حاجه؟ ده ريفيرد بين البين والهارت كانت باي ذا سمباثيك نيرف، يروح للسجن واحد اثنين ثلاثه واربعه. صح، هو ما عرفش حاجه. بص شغل ده تاني. انا هتكلم صاحب العقل. حط البلاوي يا جماعه خلاص. تمام. فالبين يطلع من الهارت. فالبين يطلع من الهارت يروح لسجن ثوراسيك واحد، ثوراسيك اثنين، ثوراسيك ثلاثة، ثوراسيك أربعة عن طريق السمباثيك. السباينال كورد يبعت الإشارة للبرين يقول له عم ده في ألم جاي لي الهارت. فالبرين بعت له أنا ما عنديش فكرة عن الهارت ده، ما أعرفوش. قال له طب أتصرف إزاي؟ قال له ابعت الإشارة بتاعت البين دهيت عن طريق النيرفات ثوراسيك واحد وثوراسيك اثنين وثوراسيك ثلاثة وثوراسيك أربعة، وابعت لي إشارة الألم فيه. هيروح للأريا أوف ذا سكين سبلاي دي اللي هي الأريا بتاع السكين اللي في فرونت أوف التشيست اللي هي ريترو ستاب، عشان كده البين ريترو ستاب من البين سيجمنت اثنين وثلاثة وأربعة. طب ليه ريفير للإنر أسبكت بتاع الارم؟ هبص الاقي الالم مش عامل حاجه. ليه بيروح بقى للانر اسبكت بتاع الارم ده؟ بتخليه يجيبوا لنا سبوره حلوه يا جماعه. هو احنا يعني شيل ليه؟ انتوا عارفين الانتر كوستال نيرفز صح؟ خدتوه. السكند انتر كوستال نيرف، السكند انتر كوستال، كل انتر كوستال نيرف ليه برانشز، من ضمنها اللاترال برانش وده كيوتينز. فاللاترال برانش بتاع السكند انتر كوستال نيرف بيجي رايح للاكزيلا ويتحد مع كيوتينيوس نيرف الارم، ميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم. فاكرينه؟ ميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم كان طالع من البريكال بيسس من ميديال كور، ويتحدوا مع بعض ويسبلاي الانر اسبكت بتاع الارم ده هو. اللاترال برانش ده هو بتاع السكند انتركوستال ده هو بيسموه الانتر كوستو بريكيال نير. هذا الانتر كوستو بريكيال نير عشان الالم لما بيجي ريترو ستيرنال بيسمع عن طريق الانتر كوستو بريكيال نير، بيروح للانر اسبيكت الظهر عن طريق مين؟ الانتر كوستو بريكيال نير. دكتور كيف اقدر افرق بين الم البريكارديات
ونرجع كل الثمان تروح للتيربوز الشولدر. لا ده ما بروحش التيربوز الشولدر، ده بروح لان انا اثبت الضعار نمره واحد. ثانيا الالم بتاع البريكارديا كونتينيوس. انا هقول لك بصيص بصبرك. ثانيا لو حطيت السماعه على صدر العيان مع البريكارديا الرب بيبقى فيه صوت مشهور جدا. حد منكم لابس جزمه جديده؟ لو حد لابس جزمه جديده او يعرف حد لابس جزمه جديده قول له اول يوم لبستها هيقول لك وانا ماشي كانت ازاي؟ صح؟ اي التزييق اللي هي بالظبط هي بتاعت البريكارديا البريكارديا بتاع البريكارديا الرب اكيد جزمه في صدره. تروح تحط سماع اللي هو صوت الجزمه الجديده وهي وانت ماشي بالظبط تبكي. ده البريكارديا الرب كاركترستيك ليه ليزر ساوند بتاع النيون شوز ويري هو والبلور الرب نفس الصوت لان التو لير بيحكوا ببعض بتوع الفيسر بريكارديا في البريكارديا فما يحكوا ببعض يعملوا الصوت ده الجزمه دي. انت النهارده تروح تشيل جزمه وتمشي في الشارع زيقت البس على طول كمان هو ده بقى البريكارديا ده ما زيقتش ارجعها تاني شوف واحده تاني لغايه ما تزيق. انما انما البريكارديا انما البريكارديا الفانكشن ما فيش جزمه ما فيش جزمه خالص ده واحد نجوم لا لا هيشتري جزمه ولا شراب رجل الشارع البين ورديت اللي انا الثاني رديت الشولدر تبقى في الشولدر عشان فريننج انما ده الانر اسبكت اوف ذا ار عشان انت كنت بريك النار في فرق في الراديشن وفي فرق في بدايه البين. ثانيا بتاع الانجينا ده هو لو قعد استريح هيقوم التاني استريح ما استريحش كونتينيوس لان الهارت عمال يكونتراكت والتو ليرز عمالين يحطوا في بعض والجزمه عمال تشتغل. في فرق ولا لا؟ اكيد في فرق. تمام. ايه؟ ريتو ستيرنم. ريتو يعني ورا. ستيرنم اللي هو الستيرنم. ورا الستيرنم. عشان كده عندي حط ايده هنا ريترو سيرنال بين ريترو سيرنال بين. انتوا عندكم محاضرة ايه بعد ده؟ ممكن اخد بس خمس دقايق بس خمس دقايق. طيب يبقى كاركترستيك للانجينا بين ريترو سيرنال بين انت عرفته ليه؟ وراديت الجينازيك لو عرفته ليه؟ سمتايمز البين راديت للجو و sometimes radiate the right in her right arm و sometimes radiate the abdomen. لكن اللي انا بقوله ده typical بالطبع. طيب العيان بتاع الميوكارديال انفاركشن ده بتاع الانجينا الميوكارديال انفاركشن الارتري ستان عايزين سيفير بين نفس البين بتاع الانجن ريتروسترنال بين وراديتنج للانر اسبكت اوف ذا ار والبين ده هو يا اما كومبريسنج يا اما لكن ايه ما يكونش ليفر سوبنج ما يقعش لكن ممكن يكون كومبريشن ممكن يكون سوبنج يقول لك انشار ينشر فيا سوبنج سوبنج بين ريتروسترنال انر اسبكت بتاع الميوكارديال انفاركشن البين داز نوت ريليف ويز ريسنت. نمرة اتنين تلاقي معاه كاركترستيك حاجة لو شفتها لو شفت واحد ماسك صدره كده هو والحاجة دي موجودة لازم تجري لازم تجري وبأقصى سرعة في أي اتجاه مش مهم. هتبص العيان الشيكي وعنده عرق كولد سويت عرق وتحط ايدك عليه بارد عرق بارد كده اهو عرق وبارد. ما الواحد لو سخن هيعرق اه لكن ده عرق وبارد عرق وبارد وقلم هنا هو ولا ليدر ولا زفت
ده مين؟ جاري فوريرا. لان this is a typical case of myocardial infarction. شريان السد ومات حتى من القلب myocardial infarction. شيست بيريتو ستينال بين ومعاه سويت. كولد سويت، كولد سويت معناه مع الشيست بين ده هو والشيست بين برزيس مش بيروح. هتقول لي لا ده انجينا، انجينا مين؟ زمان ده راجل بيموت. انجينا ايه؟ راجل عمال يموت وسايبني. هو الليدر هو اللي معطلنا. الليدر اهو. طب يلا انا هاجي لكم اهو. نكمل بقى المرة الجاية.